باغا نمشيو باش اننا نختاروا في القرعه ديالنا باش اننا نعرفوا نشوفوا كنتمنى فقط اللي غنعيطوا ليها هكا جمال اللي غنعيطوا ليها تكون حدا التليفون ديالها. انا كتشدني الخلع اكثر من المستمعات والمستمعين لان صراحه ما كنبغيش شي مستمعه كيف ترى المره اللي فاتت اننا يعني نتواصلوا او لا شي حاجه يكون تليفونها مطفي او لا يكون التليفون ديالها مشغول او لا هذا. تبارك الله كتسناو المسابقه بشوق وفارغ صبر. نهار كتجي المسابقه كتلهاو بشي حاجه فلا. فكل سيده اللي شاركوا معنا يعني باش غير تعرفوا كل سيده اللي شاركوا معنا احترموا الشروط كلها. كتشوفوا انا لي ميساج ديالكم كلهم كيتفتحوا, لي ميساج ديالكم كلهم كيتشافوا. هذا كيعني اننا كنطلعوا على الوصفات تقريبا كلها, الا ما مشيت تقريبا كلها فعلا. غير خاصني نشوف حيت كاين سيدات اللي هما تيضيعوا الفرصه عليهم. علاش؟ لانهم كيبداو يصيفطوا لي الوصفه اول شيء اما ما فيهاش المنتوجات, ثاني شيء اما ما معاش المقادير والطريقه ديال التحضير, اولا ما معاش الاسم بالكامل باش انا كتصيفطي لي غير الوصفه او الصوره ديالها او لا ترانسفير. يعني انك كتحاولي انك هذا ما يمكنش. نحاولوا اننا تبارك الله دابا كل شيء كيصور فما شاء الله عليكم. فطومه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك فطومه. الله يبارك فيك حبيبي بارك الله فيك. فطومه من القصر الكبير ياك؟ وي نعم. شاركتي في مسابقه؟ نعم اياه. اييه علاش فاش شاركتي وعلاش؟ معك جميله مش هذا يفهم. عرفتك لا دابا هذا ماشي ديال القصر عرفتي ما تديش عليا. ماشي مشكل لا ندي عليك اليوم بالذات غندي عليك. لا ما تدي عليا عرفتي فيا السخفه غير عتقيني. نعم قولي لي فاش شاركتي معنا؟ شاركت بزاف. نعم شاركتي مؤخرا شي حاجه ياك؟ اها اشنو شاركتي؟ اشنو عطيتي الطبق ديالك؟ ما عقلتش نسيت كل شيء. نعم انا غندخل عاود الرقم ديالك باش انني نشوف اشنو كنتي عطيتي. المهم انك شاركتي في الوصفه ديال الشطون. او لي زون شوا ياك؟ ايه. انت اشنو كنتي درتي الطبق ديالك؟ انا كنت درت لي زون شوا درتهم بسميت وعمرت درت انا لي زون شوا مطحونين بحال المذاق ديال الكفته بضامط البكري. اييه. وعمرتهم بهم بالبطاطا وضفت في الطاجين. نعم اييه دونك هذا هو الطبق ديالك. اييه. دونك تعطيني عقل على المقادير شويه وشنو درتي ياك وشنو المنتوجات اللي استعملتي من ضامتي وهذا الشيء كامل ياك. دابا صافي رجع لي الوعي. لا على سلامتك. دابا عرفتي شنو دابا شديت الشطون وطحنت ودرت مع سميتو ضامته ديال البكري. ودرت مع الشحمه ديال البكري. اييه. وطحنته مزيان فطحنته فاش طحنت مع العطريه ديال الكفته. اييه. العطريه ديال الكفته كامله وشدوته درتهم كبيرات وكثرت البصله مزيان والقصبور. اييه. ودرت ضامتي ضامتي ربيع وضامتي بكري. اييه. باش تعطيك المذاق ديال البكري. ايوا لالا وشديتهم ودرت كويرات وشديت البطاطا كنقطعها رقيقه شويه وكنعمرها وشديت لاصوص طوماط طيبتها مع البصله شحط البصله ديال الاولى درت لاصوص طوماط وثاني شويه ديال ضمتي ديال البكري ودرت العطريه عادي ديال الطاجين. ايوا ودرت العطريه عادي وشديت ديك البطاطا كنعمرهم ديك الكفته هكا وكنسف كنجيب الدوره ديال الطاجين الدوره وكنحط عليهم فلافل هكا ملونين وزويته بلديه ورقه سيدنا موسى وطاب الطاجين كيجي بنين غزال صراحه. المنظر ديالو زويون بزاف لان الوصفات كيف قلت راه كلهم شفتهم. يعني داك الطريقه انك احترمتي فعلا اننا كنشوفوا التقنيه ديال الشيف وكنطبقوها بالطريقه ديالنا بالشكل اللي بغينا حنا. انا ولادي ما كيف داك الشطون اللي كيكون فيه الشك ما كياكلوه ليش كندير بهذه الطريقه هذه باش كي برافو عليك. ايوا لالا فطومه اليوم ربحتي معنا الروبو. الله يجازيك بخير الله يفرحك فرحتي الله يفرحك امين بالصحه والراحه. شكرا لك. الحمد لله مني مشات السخفه ورجعت في بلاصتها الفرحه الحمد لله. الله يجازيك بخير جميله الله يبارك. شكرا لك. شكرا لله. ان شاء الله تكوني قريبه باش انك تسلمي الجائزه ديالك. نجمعك انت والمستمعه الاولى ان شاء الله باش انكم تسلموا الجائزه ديالكم مره واحده. شكرا لك بزاف فطومه من القصر الكبير. شكرا لك. الله يجازيك بخير اختي. شكرا. بالعكس بالعكس مرحبا. دائما الفرصه بنزل قدامكم باش انكم تشاركوا معنا انتم الفرحه اللي فرحتها فطومه تفرحوها ان شاء الله كاملين. علاش لا؟ من خلال فقط التواصل ديالكم على الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 69 70 70 22. واحد موفق للجميع. مع دامتي انت هي الشيف. خلال فقره مطبخ دامتي تبعي التقنيه المقترحه على الموقع fantiab.com واستعمليها في وصفه من اختيارك. شاركيها معنا عبر الواتساب 06 69 70 70 29 وفوزي بروبو الكتروني متعدد الوظائف من الطراز الرفيع كل شهر وكذلك العديد من الأجهزة الإلكترونية كل يوم.